أو دور الحكومة في موضوع تخزين السلع بالأخص يعني، وإن تعطيش السوق اللي احنا اتكلمنا عنه، إيه الدور الرقابي بتاع الحكومة الفترة الأخيرة اللي قدرت إنها تتصدى، وخصوصا طبعا أزمة السكر الأخيرة والزيت وغيره؟ خلينا نقول بوضوح، احنا اقترحنا اقتراح، وده اللي انا قلت معالي وزير التموين، وكان هناك يعني كلام حوالين دراسه الفكره، وانا اعتقد بيجري دراستها الان، انه نجيب الولاد بتوع الخدمه العامه. دول عيال ابرياء لسه خارجين من الجامعه. تمام؟ هياخد سنه خدمه عامه عندي زي الخدمه العسكريه كده. هياخد السنه دي بياخد المرتب بتاع الخدمه العامه. تمام. اقعده سنه عندي يراقب للسوق، يتابع للراجل اللي مخزن، يتابع للراجل اللي مش معلق السعر على المنتج. هو ده اللي ممكن تعمليه. وده على فكره انا مش محتاج له لا ضبطيه قضائيه ولا ملوخيه، انا عايز ضبطيه الكترونيه. عايز موبايل معاه يصور لي بيه المخالفه. الموبايل ده اصدق حاجه خلاص، انت طبعا لما بتصوري صوره محدش يقدر ينفيها. م-م. يعني انا ممكن ادعي عليك ان انت بعت بغير السعر الرسمي، ودخلت ما لقيتش عندك الحاجات متعلق عليها السعر. حلو كده؟ ادعي مظبوط. وانا مصدق، وممكن الراجل المحامي في المحكمه يشكك في كلامي وياخد براءه، لكن الصوره لا تكذب. طبعا الصورة والفيديو لا يكذبون، صح؟ صوره عشان كده فيديو خلصت. تم ضبط الكثير من المصانع والورش الخاصة بتصنيع منتجات كثيرة جدا من الحلويات طبعا والسكر وغيره، اللي هي الحاجات الغير رسمية يعني، دول لو الغير اشتغلوا تابعة. لمده سنه هيريحوك جدا. وده اقتراح بامل هو بيجري دراسته حسب توجيهات معالي وزير التموين. بالفعل في كلام بيجري الان، وان شاء الله حينما تختمر الفكره او تختبر يعني يتم دراسه الموضوع من جوانبه الماديه والقانونيه والعمليه وكده هيجري تنفيذه. لو جرى تنفيذه هيبقى عندك فيه رقابه في مصر. بغير هذا ما عندكيش رقابه الان. وانا شايف انه الحكومه مظلومه فيما يتعلق بفكره الرقابه. الناس تقول فين الحكومه؟ ما عندوش. صحيح. اما يبقى عنده اساله بقى خلاص. يبقى خلاص انت لو عينتي لك 10 15 الف واحد من ولاد دول ما حدش هيقدر يشتريهم، لسه طالعين. وانا بقترح ان يبقى معظمهم بنات، لان البنات بيبقى عندهم اصرار ربما افضل من الولاد في فيما عندهم يتعلق جدية في العمل. وعندهم جديه. صحيح. هتلاقي الولاد البنات يصحوا بدري وينزلوا ويتحركوا بتاع، وعايزه تساعد امها وعايزه تساعد ابوها وتساعد اسرتها. ربما الواد يعني بيطنش بعض أيوة. وان شاء الله يعني ينجحوا فيها باذن طب الله. استاذ محمود، بما ان حضرتك رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، ايه دور الجمعيه الفتره الاخيره، وايه يعني بتاملوا ايه او بتطمحوا ايه في الفتره اللي جايه تقدروا تقننوا اكتر الموضوع الاسعار والحاجات دي؟ خليني اقول لك، احنا عندنا دور مهم جدا فيما يتعلق بالاتاحه. احنا لقينا جزء من الخاص باللحوم ده في مشكله، فاشتغلنا على فكره نشر فكره الجزار التعاوني في اماكن كتيره في الشرقيه وفي الغربيه وفي القاهره وفي المدن الجديده، في زي اكتوبر هنا عندنا على امتداد جمال عبد الناصر مجموعه منافذ بتبيع اللحمه دايما باقل من السوق ب 30 40%، مش اقل من 30 40%. عندنا النموذج المنصوره ده اهليه واحد من النماذج اللي انا نفسي اقابل بيها ربنا يوم القيامه، وانا راضي عن التجربه دي لانها تجربه الحقيقه ايجابيه جدا، وساعدت اهل الاهليه والمنصوره على انهم